قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، في نشرة إخبارية جديدة نستهلها بأبرز العناوين. تبون يرفض أن ينادوه بفخامة رئيس، تبون يتعهد برفع الحد الأدنى للأجور، بدو يقدم استقالته، تبون يعين وزيرا أولا بالنيابة. أهم وعود تبون، تبون يقدم أوسمة استحقاق لبن صالح والقايد صالح، 100 يوم حاسمة من عمر رئاسة عبد المجيد تبون، تفاصيل التحقيق المتواصل مع والي وهران الأسبق عبد الغني زالان، الذكرى السنوية لوفاة الشاب العياش توقظ الأوجاع. قبل البداية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو لتشجيعنا الاستمرار إن شاء الله. تبون يرفض أن ينادوه بفخامة رئيس. قال رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون أن يرفض أن ينادوه بفخامة رئيس وإنما بالسيد رئيس فقط. وللتذكير فقد أدى رئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس اليمين الدستوري أمام رئيس المحكمة العليا والمجلس الدستوري، حيث تم توسيمه بوسام استحقاق وطني، وهو تقليد معمول به مع كل الرؤساء في الجزائر خلال تسلمهم للسلطة. إخوتي الكرام شاركونا آراءكم في التعليقات حول هذا القرار من عبد المجيد تبون. تبون يتعهد برفع الحد الأدنى للأجور. وعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالعمل على رفع ودعم القدرة الشرائية من خلال ضمان دخل لائق للمواطن. وفي الكلمة التي ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية التزم رئيس الجمهورية الجديد بمراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون والإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة التي تساوي أو تقل عن 30,000 دينار جزائري. وأكد تبون أن الدستور الجديد سيمنح أولوية كبيرة للارتقاء بالمستوى المعيشي وضمان العيش الكريم للطبقة الهشة. وقال عبد المجيد تبون: لن أرضى لأي جزائري أن يعيش في كوخ أو بيت قصديري، استعمل الدولة على رفع القدرة الشرائية للمواطنين وسيعيش الجميع بكرامته. إخوتي الكرام شاركونا آراءكم في التعليقات حول هذا التصريح من عبد المجيد تبون. بدوي يقدم استقالته. قدم الوزير الأول نور الدين بدوي اليوم الخميس استقالته إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 بمقر رئاسة الجمهورية السيد نور الدين بدوي الوزير الأول، حيث قدم له استقالته التي حظت بالموافقة. تبون يعين وزيرا أولا بالنيابة. عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بقدوم وزيرا أولا بالنيابة، كما كلف أعضاء الحكومة الحالية بالاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. إخوتي الكرام شاركونا آراءكم في التعليقات من هو المناسب لمنصب رئيس حكومة. أهم وعود تبون. أطلق رئيس الجمهورية الجديد حزمة من الوعود أغلبها سبق أن التزم بها خلال حملته الانتخابية. في مقدمة الالتزامات عبد المجيد تبون: تعديل الدستور يحدد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط ويقلل صلاحية رئيس الجمهورية ويسمح بفصل فعلي بين السلطات، كما التزم بمراجعة قانون الانتخابات بصورة تسمح تبوأ الشباب وخاصة منهم الجامعين المناصب الانتخابية، وهذا بتكفل الدولة بمصاريف حملتهم الانتخابية حتى لا يكونوا فريسة لأصحاب المال الفاسد. ومن بين الورشات التي يريد فتح عبد المجيد تبون نجد مراجعة النظام الضريبي بصفة عميقة، كما تعهد بالقضاء على أزمة السكن، تسهيل حصول أجانب على التأشيرات السياحية بسهولة، إنعاش القطاع الزراعي وتحرير الإشهار العمومي. إخوتي الكرام شاركونا آراءكم في التعليقات حول عهود عبد المجيد تبون. تبون يقدم أوسمة استحقاق لبن صالح والقايد صالح. أصدر رئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون وسام الاستحقاق لرئيس الدولة المؤقتة عبد القادر بن صالح نظيرا لمجهوداته المقدمة طيلة الأزمة السياسية التي عصفت بالجزائر، في حين أصدر وسام برتبة صدر من مصف الاستحقاق الوطني للمجاهد الفريق القايد صالح لما قدمه للجزائر ما جنبها اضطرابات كبيرة، تقديرا وعرفانا لمسيرته. شاركونا آراءكم إخوتي الكرام في التعليقات. 100 يوم حاسمة من عمر رئاسة عبد المجيد تبون. ستكون أنظار الحراك الشعبي متجهة نحو قصر المرادية الذي سيتحول بداية من اليوم الخميس مكان إقامة رئيس الجديد المنتخب عبد المجيد تبون بعدما أقام فيه بوتفليقة وعائلته طيلة 20 سنة كاملة.
في حين ينتظر من تبون التحرك المستعجل لتهدئة الوضع العام، خصوصا 100 يوم الأولى للتأكيد على إخلاصه التام في خدمة الوطن. وبذلك سيكون تبون في وضع لا يحسد عليه وأمام مطالب جدية بامتياز، ما يستوجب عليه ترتيب الأولويات بشكل دقيق، خصوصا بعدما ورث طبقة من حكم العصابة ليس من السهل محو أثارها، وصخبا سياسيا ليس من السهل إسكاته، وحالة اقتصادية بدأ الشعب يذيق بها درعا، ومنظومة تربوية معتلة، وأخرى صحية تكاد تكون في أسوأ أحوالها. غير أن انسجامه الكامل مع الجيش هو قوة للبلاد والعباد، ويعتقد بعض المتابعين للشأن السياسي أن النخبة الآن ستساهم في رسم واجبات الرئيس الجديد وتضعه أمام تحدي 100 يوم الأولى، وما يجب عليه تحقيقه من بينها تعديل الدستور بما يضمن توازن السلطات وفتح الحوار مع الحراك ومتابعة مكافحة الفساد. والملفت للنظر أن الحراك الشعبي بكل فصائله لم يقدم حتى هذه اللحظة أن يذهب بعيدا عن عتبتين اثنتين، وهم عتبة التخلص من العهدة الخامسة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وجماعته، وعتبة الضغط السلمي على مؤسستي الجيش والعدالة لمحاسبة فئة قليلة من رجال الأعمال الفاسدين وقيادات النظام الحاكم الذين تورطوا في نهب أموال الشعب وتحطيم مؤسساته المختلفة. إخوتي الكرام، شاركونا آراءكم في التعليقات. تفاصيل التحقيق المتواصل مع والي وهران الأسبق عبد الغني زعلان. فرحة الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان بالبراءة من تهمة تمويل الحملة الانتخابية لفائدة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لم تدم طويلا، حتى تم استدعاؤه للتحقيق في قضايا أخرى متورط فيها أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لسماع أقواله في فضائح المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل. ويتابع زعلان بجنحتي التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق، والاستعمال على نحو غير مشروع لصالحي أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر. إخوتي الكرام، شاركونا آراءكم في التعليقات حول هذه التحقيقات. الذكرى السنوية لوفاة الشاب العياش توقظ الأوجاع. تذكر الجزائريون الأربعاء 18 ديسمبر الذكرى السنوية على وفاة الشاب العياش بولاية المسيلة، حيث اليوم يمر عام على سقوطه داخل أنبوب بئر بقرية أم الشمل بولاية المسيلة. الحادث الأليم كان 5 أيام أليمة وعصيبة مرت على الجزائريين، وانتشرت من جديد صور الضحية وآلاف المتعاطفين مع العائلة السنة المنصرمة وسط دعوات بالرحمة والمغفرة، وسجلت بعض الصفحات الزرقاء حدادا جديدا في ذكرى السنوية له. والمؤكد أنه لم يكن يتوقع أن تشد الحادثة إليها رأي العام الوطني بعد أن أصبح على مدى 6 أيام كاملة مادة دسمة لمختلف وسائل الإعلام، بعدما نصبت عشرات القنوات ووسائل الإعلام منصاتها وكاميراتها بموقع الحادث، وتحولت أم الشمل إلى محج المواطنين من جميع ولايات الوطن الذين دفعهم تعاطفهم مع الشاب العياش إلى البقاء لأيام هناك متحدين وضدة الطقس والبعد عن أهليهم. قصة الشاب العياش التي حيرت مئات الآلاف